أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى أن الختان للنساء مكرمة؟ وهل الأفضل في حق النساء الختان أم أنه مباح؟ الأفضل الختان، سنة، ما هو مباح، بس سنة، سنة، لأنه يجمل الفتاة، يقلل من شهوتها، يقلل من شهوتها. أما إذا لم تختن اشتدت شهوتها وربما تجرها إلى الفساد. نعم.